البادرة جات بالخصوص يعني تزامنا مع هذا الجائحة ديال الكورونا التي عرفها العالم وبالخصوص المغرب، واللي عند كندا واحد التأثير يعني سلبي كثير على واحد كثير ديال القطاعات ومن القطاع الاجتماعي. فكان يعني من الضروري على اننا نفكروا انه تكون واحد صياغة الدعم لهذه الاسر اللي تتعيش اصلا الوضعيه ديالها هشاشه، ولزات الوضعيه ديالها تفاقمات بسبب هذا الفيروس. اذا الجمعيه اخذت على العاتق ديالها على انها تخصص واحد عدد كثير ديال المساعدات لهذه الاسر في واحد عدد كثير ديال المناطق، اذا من الدار البيضاء وايضا في المنطقه ديال التدخل ديالنا على مستوى الاقاليم ديال شيشاوا والحوز والحوز بالخصوص. اذا الى حد الساعه وزعنا 2500 قفه، وحنا الان ماضون على اننا ان شاء الله نكملوا هذا الدعم يعني باش نحاولوا ما امكن. كاين عندنا تصور على اننا نحاولوا نوصلوا تقريبا 4000 او 5000 قفه، وهذا الدعم يعني تيحاول ما تركز بالخصوص على المواد الغذائيه الاساسيه اللي غادي تكون يعني كمساهمه من الجمعيه لتخفيف وطأت هذه الجائحه على هذه الاسر الفقيره والمعوزه. هذه العمليه اللي تنديروها بشراكه مع الممولين ديالنا مشكورين، اللي فعلا ساهموا بواحد سخاء كبير باش انهم يمولوا هذه العمليه، وايضا تنديروها ايضا بشراكه مع السلطات المحليه اللي تساهم معنا ايضا في العمليه ديال التنظيم، العمليه ايضا ديال تحديد اللوائح ديال الاسر المستفيده، وايضا بشراكه مع النسيج الجمعوي بخصوص في المناطق اللي شرت ليها سابقا اللي هما شيشاوا والحوز. هذه العمليه ايضا تتم وفق الشروط ديال الاحترام ديال هذا الحجر الصحي اللي معتمد، بحيث انه التوزيع تيتم وفق هذه الشروط الصحيه من دار لدار، وايضا احترام ايضا المسافات التي تم ايضا استعمال الكمامات الواقيه. اذا هذه المسائل كلها يعني تناخذها بعين الاعتبار باش نحاولوا ما امكن على اننا ننجحوا هذه العمليه، واللي تنتمنى انا شخصيا بحكم يعني الوقوف على واحد عدد كثير ديال المناطق اللي هي تقريبا معوزه، ان هذه العمليه تنتمنى على انها تلقى دعم باش اننا نحاولوا ما امكن نوصلوها لواحد عدد كثير ديال النقاط، لانه هذه الازمه بينات فعلا بانه كاين اسره تتعيش وضعيه ديال الهشاشه، وخصنا نحاولوا ما امكن نساعدوها وندعموها. partenaire avec INSAF. C'est INSAF, c'est elle qui aujourd'hui est aux affaires par rapport à l'association. On est aux affaires une autre. Alhamdoulillah, on est زعما تنفرخوا ما يقل على واحد 1000 ولا 1500 خفاف النار. ما نقدرش نعبر على داكشي باسكو واخا نبغي نعبر لك زعما اي واحد غادي ما يبغيش يقدرش يكون في هذاك في هذيك لا سيتوياسيون، سيتادير كو ايماجين فيتي تتكون اب اسره ولا ام اسره وتتكون في المنزل ديالك وتجي شي واحد يدخل عليك واحد الفرحه، تتكون بحال داك الدري الصغير اللي تيكون اول مره غادي تجي شي لعبه اللي كان تيحلم بها شحال هادي. زعما صراحه سي دي شوز كي سون تري تاثروا بزاف، ماشي شويه تاثروا بزاف. زعما اي واحد واخا ما تكونش عنده الانسانيه راه تقدر تسجلوا اللي عنده في داك الظرف اللي هو سي اون كيستيون مي تيشوفها. زعما بحال اللي كنا تنهضروا قبيلات باغ اكزومبل على القفه هادي، تتكون بالنسبه لدوك الناس راه قفه ديال واحد الشهر ولا ما اكثر كاع، اللي هي فهمتيني بواحد الثمن اللي هو جد مناسب اللي قل من 200 درهم، ولكن تيقدر بالنسبه لي هو راه شي حاجه اللي غادي تدوز لي شهر. دونك نخليك تصور داك الفرحه ديال داك الناس ولا داك اللي تيشوف شحال هادي ما كلاش او لا فهمتيني شي حاجه اللي هي قليله، تتدخل عليه تتقول لي راه عندك باش تقدر تدوز الشهر ديالك، راه كبيره زعما كبيره بزاف. بعدا تنشكركم على هاد المبادره اللي درتي واللي جيتو بعدا عطيتونا الفرصه باش نتكلموا باش نقدروا نعبروا على الشعور ديالنا، وحنايا صراحه
محمسين باش نزيدوا في هذا العمل اللي تنديروا اللي هو ديال لا ديستريبيوسيون وديال الخيريه اللي تنتعاونوا مع انصاف. وثاني حاجه استاجور كو شنو تنطلب من الناس زعما صراحه با اونيكمون في هاد لي كونديسيون اكطوال اولا فهمتيني بالنسبه لرمضان، ولكن على طول العام راه دائما الناس تكون محتاجه فهمتيني تيكونوا في دي ريجون لي ريكولي زعما تنقولوا في مناطق اللي هي شويه بعيده، ودوك الناس دائما صراحه راه يكونوا محتاجين. دونك ما خصناش نكونوا تنقولوا سي فري كو فهمتيني بالنسبه لرمضان ولا بالنسبه لهاد الوقيته هادي سي ان بو بلوس، ولكن حنا ان شاء الله باذن الله تنحاولوا باش هاد المبادره تبقى على طول العام تبقى مستمره، واللي اللي فيها باش يعاون زعما صراحه في سبيل الله. حنا عندنا بزاف ديال الناس اوجوردي اللي شاركوا فهمتيني واللي عطاو تيقول لك الله يخليك غير خليني فهمتيني ما بغيتش نبان في الصوره، ولكن الله يخليك فهمتيني عطي زعما هاد المنحه هادي لاسوسياسيون ولا شوف انت الا كان عندك شي واحد. دونك حنا شنو درنا بارابور لو سيت ديالنا ديال ويستو كاب، اون ادوني لا بوسيبيليتي للناس اللي باغين يساهموا فهمتيني بثلاث فولي. صافي الفولي الاولاني تنقدر نقول الله يخليك ليفري ليا هاد الناس في بلاصه فلانيه، دونك انا جو موكيب ديال لابروفيزيونمون وديال ليفريزون ديال هاد الناس هادو. ثاني حاجه تنقدر نقول لك الله يخليك فهمتيني ها هو النمره ديال التليفون ديال هاد الناس هادو، وسير عطي لهم ها هو فهمتيني لوفروب اللي غنقدر نعطيك. دونك انا تنعيط لهم وتنليفريو لهم. وثالث حاجه تنكمنا نقولوا لهم الله يخليك فهمتيني ها هو فهمتيني ان بودجي عندي باغ اكزومبل ديال واحد 200 قفه 300 قفه 400 قفه، تنقول لهم الله يخليك فهمتيني زعما تو بو ساهم باش توصل الناس هاد المنحه هادي زعما par rapport des associations par rapport جمعيات par rapport des communes ولا دي جماعات. وحنا فهمتيني ديك الساعه تندخلوا مع اون كونتاكت داكت مع هاد الناس هادو وتنحاولوا فهمتيني نسرو هاد المساله هادي. كنسكن عير هنا في حي عادل عير كاريا. انا اليوم مع كورونا مبقيتش خدامه جالسه عير في بيت لي كاريا، شديت المعاونه اللي عندي جوج بنيات ندير بها بشويه فهمت ديري هذيك شهر بحال ما هكاك. كنشكر جمعيه الانصاف بزاف حيت عاونتني اليوم وفرحتني وفرحت لي جوج بنيات عندي. كنت خدامه لاكواف ودابا جلست من الخدمه ما بقيتش كنخدم، وجاو عندي جمعيه ديال بسبب كورونا وجاو عندي الجمعيه ديال انصاف عاونوني وعطاوني التقضيه وداكشي وكنشكرهم بزاف. هو ضروري المهم باش ما كانوا صافي اش غادي نديروا. الحمد لله على كل شيء وصافي، الله يرفع لنا هذا الوباء والله يحفظنا جميعا.